عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. صحيح البخاري. لأناسي كري مالك ورزي خداي لسر بي جردرا وتوا كبيغمبر درودي خداي لسر بي فرميتي لبهش دا دارك هي سوارتشاك 100 سال لجرس بركي درواتو نايبرتو طواوي ناكات.